يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. لما نحكي عن قصص النجاح بنحكي عن قصص كثيرة، ولكن قصة هذا الشخص اللي ترك الحرب في سوريا وراح على مخيم في الأردن، بعدين قدر يجي هو وعائلته إلى كندا، ومع تقدم عمره ما شاء الله الله يحفظ له ويزيده من العمر استطاع انه يتجاوز عائق اللغة ويقدر يفتح بزنس خاص فيه. هاي قصة مش بس نجاح، قصة نضال وقصة إصرار وقصة صمود وقصة نتعلم منها كل يوم. تحية لعمنا أبو مؤيد، وتابعوا هذا الفيديو شوفوا شو سوى أبو مؤيد في أوتاوا. اهلا وسهلا فيك. احكي لنا حاج مؤيد، انت من وين جاي؟ انا جاي من سوريا، من محافظة درعا، حياك الله ونعم. حرب غزالة. اهلا وسهلا فيك. كم لك في كندا يا حاج؟ صار لي 3 سنوات و8 شهور. ما شاء الله عليك. ايش الفكرة اللي بدأت فيها؟ كيف بديت فيها؟ والله بدأت يعني بالزراعة، انا هوايتي بالاساس بسوريا كنت فلاح بندورة، خيار، باذنجان، فليفلة، بازاليا، يعني عدة أنواع الخضار، يعني جميع أنواع الخضار. وعشت ببلدي هناك بحدود ال 14 سنة مزارع. بالأول كنا مزارعين حبوب، يعني حنطة، قمح، عدس، حمص، شعير. بعدين انتقلنا لمرحلة الخضار بال2000، سنة 2000، والحمد لله كانت الأمور ناجحة معانا 100%. وبقدومي على الوطن الثاني كندا حبيت هيك إنه أمارس المهنة تبعتي. الحمد لله كل شيء كان متوفر إلي، والبلد الحمد لله وفرت لي جميع أنواع الخدمات، والله هيك أهدانا الحمد لله وزرعنا من نوع السنة. يعني عملت أنا تجربة يعني مشان إني أشوف الجو، أشوف النبتة إنه تنجح بالمنطقة هون، والحمد لله كل شيء زرعته كله نجح، يعني 99%. كم دنم زرعت يا حاج؟ زرعت 7 دنومات. ما شاء الله. وشو ناوي السنة الجاية في التطور؟ إن شاء الله بدي أطور وأوسع إن شاء الله، لأنه الحمد لله لقيت الإنتاج عالي الحمد لله. كم ناوي إن شاء الله السنة الجاية؟ إن شاء الله بحدود 18-20 دنم. الله يوفقك. الحمد لله. شو رأيك، شو انطباع الشباب عن المنتجات اللي طلعتها؟ المنتجات الحمد لله كله اتسوق، وحتى يعني كان مطلوب مننا الكمية الأكثر وما لحقنا، يعني الإنتاج كان لأنه لما يعني الزريعة كانت ما هي كثير، العدد الشكل كان عندنا، احنا عندنا تجارب بالأول. أما الحمد لله اليوم شفنا الأمور نجحت معانا، السنة عاد الحمد لله بدنا نزرع ونكثر، لأنه الحمد لله المطلوب أكثر من إنه زرعناه، مطلوب كثير الحمد لله. وزرعنا مادة الباذنجان، نحن عندنا بسوريا مشهورين بمادة الباذنجان بالمقدوس، بيسووا منه المقدوس للمونة العائلات يعني، وإحنا هذا مشهورين فيه الحمد لله. والحمد لله كله طلع إنتاج جيد 100% الحمد لله. يعني إن شاء الله ناويين السنة القادمة علينا إن شاء الله إنه نطور زراعتنا ونكبر المساحة، لأن الحمد لله لقينا كل شيء الأمور مسهلة، والحمد لله الله كرمنا بإنتاج جيد الحمد لله. الله يكرمك ويخليك. إيش أكثر إشي من الشغلات اللي زرعتها لقت استحسان في بين الناس؟ الباذنجان الحمصي، عندنا اسمه باذنجان حمصي، هذا بيعتبروه مشان مادة المقدوس يعني. والخيار نكهة يعني نفس نكهة بلادنا، يعني الطعمة، الريحة الحمد لله، يعني الحمد لله. يعني في فرق بين الخضار اللي أنتجتوها والخضار اللي هون؟ كثير في فرق، لأنه يعني احنا كنا هون ما نستطعم بالخضار اللي تيجي مثلجة أو كذا، ما نستطعم فيها نهائيا. يعني حتى مادية البندورة يعني إنتاجنا طبخنا منه طبخ الحمد لله، طلع الطعمة الحمد لله تقول ببلادنا الحمد لله.
طعمه، حلو نكهة الأرض، وما حطينا أي مواد كيماوية الحمد لله، ما شاء الله، يعني خضابة الأرض. اورجانيك كله، إيه كله الحمد طبيعي. لله، كله الحمد لله. إيه ما والله، شاء الله ما شاء الله، الله إيه يعطيك والله. العافية حج، بارك الله فيك دكتور، ويبارك لك، بارك حياك الله الله فيك هلا دكتور، بيك. بارك الله. أول إشي هذا البصل، عجبتكم القناة بأمل منكم كل كتب سبسكرايب لايك كومنت.